الإحباء هو إنسان ينتمي إلى مجموعة قدرت بأيد من بعد الحرب. هذا الأمر يعني أنه هالإنسان هذا يلي أخذ هالخيار هذا يلي بعده عنده أرضية يجب إلغائه. أنا معرض لعدة محاولة اغتيال، يعني في محاولة لإلغائي جسديا أو سياسيا. ليش الإحباء اللي أخذ هالخيار هذا بالذات يجب إلغائه؟ يا إلغائه بقوة السلاح، يا إلغائه بشيء ما بيقدر لا حصانته ولا الحرس اللي معه ولا الحماية ولا زكاة بيقدر يحميه منه. يجب إلغائه. ومين قال إليح بيئة ما كان على موعد دائم مع الموت، مع الغدر، مع الاغتيال، مع الخطر؟ قدروا يعيش في دائرة الخطر من يوم قرر يرد الخطر عن وطن وعن شعب. شو حماية إليح بيئة اليوم بقدر ما بتستطيع الإفصاح عن هالموضوع؟ أنا معرض لعدة محاولة اغتيال، يعني شو قدر الحماية؟ الحماية بتجي من أنا من أول ما فت بالحرب، الحماية ربانية، يعني الحماية منا وقت اللي واحد بياخد خياره ما بيبلش يعمل حسابات قديش بدي انحمى. وقت اللي أخذت خياري سن أنا وعمري 17 وما زلت أخذ خياري حسب قناعاتي، خليني أقول مش قاعد اعمل حساب انه شو بخسر شو بربح. هذه قصه مقتنع فيها، هذه قناعه شخصيه بروح فيها للاخر، بدفع حقها ما بدفع حقها هذا موضوع تاني، هذا خيار شخصي يعني. وبعدين انا عشت الحرب، هذا السؤال كان لازم اساله لحالي من زمان، وبما انه جاوبت حالي من زمان على هالموضوع انا بعدني مكفى. هلا برجع بذكر انه الخيار اللي اخذته بعزي، يعني ما اخذته مرغما. وقت اللي قررت انهي الحرب بالاتفاق الثلاثي وخونت بهداك القرار وما زلت حتى اليوم، يعني اليوم الكتاب اللي عم بينحكى عنه ما قال سيرة المجرم اللي حبيقه معنوانه، ما قالوا سيرة مدري شو النصاب، قالوا من اسرائيل الى دمشق. وبيحكوا عن الخاين يلي خان الخط. شو يعني خان الخط؟ أي خط؟ الخط اللي أنت عم تحكي عنه، أنه أنت كانوا مصورين أنك إسرائيلي أوف صفيت بغير اتجاه، فهذا هو الخط يلي أنا خنته. هالخط يلي صار له 10 سنين يعتبر معيار الوطنية بالبلد. فخيانتي يلي أتهم فيها ويلي يعني في محاولة لإلغائي جسديا أو سياسيا لأني أخذت هالخيار، هالخيار هيدا ذاته هو اليوم الرأي يلي مرفوع على كل المواقع اللبنانية الوطنية، وعلى أساسها بميزوا من هو وطني صحيح ومن هو غير وطني، من رأس الهرم لا أدلجة على أدنى المستوى. نعم. إذن حضرتك فتت على كتاب كوبرا، خليني كفت. ليش توقيته انت فتت على كتاب كوبرا؟ ليش أنا بدنا ندخل على بعض عناوينه؟ انت فتت نعم. وعملتي له المداخلة وبما أنك فتت فيه أنا كمان فتت. نعم. أنا ما عندي شيء يعني أخبيه، بالعكس هيدا كتاب مثله مثل غيره. شو الفرق بين سيارة مفخخة وكتاب مثل بس هيدا؟ ليش توقيته اليوم بالذات؟ ليش لا؟ إذا خليني أقول أنا عندي يعني عندي العلم بهالموضوع. ليش اليوم نزلت الطيارات الإسرائيلية ضربت الجمهور وضربت بصليم؟ ليش اليوم اغتيل 4 قضاة؟ ليش اليوم في إعادة تحريك جهات صغيرة؟ ليش بينحكى بالجرايد على أنه انسحاب جزين ممكن يعمل توترات أمنية؟ ليش إليح بيئة اللي أخذ هالخيار هيدا بالذات يجب إلغائه؟ يا إلغائه بقوة السلاح، يا إلغائه بشيء ما بيقدر لا حصانته ولا الحرس اللي معه ولا الحماية ولا زكاة بيقدر يعني يحميه منه. إنك تطلع كتاب مثل هذا تحطي فيه
مش بس أكاذيب، ويطلع يمضي حدا مقرب، وبالتالي يصبح للكتاب قيمة. منحط فيه كل الأخبار اللي بدنا نحطهم، ومنعمل له دعاية مثل هودي صور النسوان المزلطة اللي بحطون على الطرقات مشان حتى يعملوا دعاية لماكس فاكتور أو شيء، بيستجلب القراء وبيصيروا كل الناس يستنسخوا به. إنه هالنوع من التدمير، هيدا هالنوع من التدمير هو شأن طبيعي يستخدم في الأجهزة. بقى ليش لا؟ ما زال الحرب هالقد وسخة، وما زالت هالقد وسخة، ليش توقيته لا؟ مش مستغرب إذن بالنسبة لإلك؟ لا توقيته مش مستغرب، خاصة أنه أنا يعني من فريق، يعني خلي يقول مين إلي حبيقة. إلي حبيقة هو يعني إنسان ينتمي إلى مجموعة قدرت بقيت من بعد الحرب. سميتيني الميليشياوي، سميتيني كلها، بس هذا ما يعني هذا الأمر. هذا الأمر يعني أنه هالإنسان هذا بعد في ناس بيأتمروا بتوجهاته، بعده قادر يأثر على فريق كبير. وعطينا بفتكر أكبر مثال على ذلك، أنه من بعد كل التدمير السيستماتيك يلي صار له 6 أشهر أو 7 أشهر ماشي على كل المستويات، هذا كتاب كوبرا، هذا ماشي، هذا ما سبقه هذا انه سارق 600 مليون، رديت 200 مليون، سافرت على البرازيل، لا ما سافرت على البرازيل، ممنوع من السفر، إقامة جبرية، يعني كل الأمور، ما هذه صرنا تقريبا 6-7 أشهر بهالعملية، هي مش من اليوم. بقى هالإنسان هذا يلي أخذ هالخيار، هذا يلي بعده عنده أرضية، يجب إلغائه. سمعنا كلام لإليح بيئة سنة 98، وهو اللي قلنا عنه العايش دائما في دائرة الخطر. وماذا يقول أيضا وأيضا في 11/7/98؟ خايف على سلامتك معالي الوزير حبيئة، لأنه بعد طبعا كل سنين، لا بالمؤتمر الصحفي اللي عملته وفي كواليس يعني لقطات الصحف قالوا انه اتخذت عناصر الحماية الشخصية للوزير حبيقة تدابير أمنية لافتة لجهة القيام بأعمال التفتيش على آلات ومعدات التصوير. بفتكر هل هيدا خوف بسبب المعلومات عن اغتيالك؟ في بارانويا بيصير أوقات، وأنا مش كتير يعني مواكب هال، أو مش حابب كتير هالحركة هي، لأنه هي ما بتفيد. يعني في شيء اسمه أمن، في شيء اسمه عراضة. العراضة ما بتحمي الأمن، والأمن ما بينعمل بهالطريقة، وأنا مش موافق كتير على هالعملية. بس بتعرفي بتوصلي لوقت بصير في بارانويا، بصير في هيك عقدة خوف موجودة، خاصة أنه اسمك انذكر يعني، ايه، والتحقيقات بفتكر اقطعناها، عن اسمين غيرك، ايه، بس بظن اقطعناها هيدي، خلص ما عادش موجودة، بظن الشباب رقوا أكتر، فيك تعطيهم فرصة يعني. معالي الوزير، بصراحتك هون أيضا وأيضا، هالمعلومات عم تتداول بالصالونات السياسية، معلومات خاصة بصوت لبنان بتقول بأنك من أكتر من شهر كنت بتملك معلومات عن محاولة اغتيالك، وأنه أحد أفراد أمنك الشخصي استدرج إلى باريس والتحق بالشيخ أمين الجميلي، وهما في سياق وضع كتاب أسود كما يقال عن سيرتك الشخصية. ايه في هيك شيء، منذ انتسابك إلى القوات لغاية اليوم. ايه في هيك شيء، خلينا نحكي بجدية عن هالموضوع. ليش؟ في ناس استوعبت انه منطق الغاب خلص، في ناس ما استوعبت انه منطق الغاب خلص، في ناس من الشباب يعني من رفقاتي اللي كانوا معي اعتبروا انه نهاية الحرب يجب ان يكون انتصار شخصي لكل واحد منهم، ولازم انه يستفيد من هالانتصار، يستفيد لأله، لحاله، لمادياته، لإمكاناته، يطلع مصاري، يصير حدا، بس القضية انه في استفادة، انه طيب نحن ربحنا شو بنعمل هلا. وفي ناس فهموا انه هيدا يعني منه ربح مادي لأشخاص، مشان هيك بكل المؤسسات عند كل الناس عندي وعند غيري، في ناس ما راسها مش حملة انه بذات الوقت يربحوا بالسياسة، وبذات الوقت يضلوا وضعهم الاجتماعي يعني ما يصير فوق الريق. وفي هذه شخصيات بتكون، وفي ناس بتوعد
بقى يعني منتظر انا هيك شيء انه يصير، بس انه ومنتظرها هلا يعني بهالمرحله. وين وصلوا بهالكتاب الاسود؟ ماشي الكتاب الاسود هذا خبريات، يعني انه كون واحد مقرب يقدر يحكي شو ما كان. بتعرفي انه بهذه الاخبار يعني فيك تحطي 10% حقيقه او 90% كذب، بيروحوا 90% بظهر العشرة، بس انه مش مهم يعني. يعني سكوبات هيدي الناس بتركض ل ببيع هيك كتاب ليتسلوا. مش مهم. نحن بعدنا ناطرينك ضيف المجالس بالأمانات اليوم إليح بيئة. وينك؟ عتلجات لبنان أو في صفاء أعماق البحر تتزلج، تغطس، تخاطر، تتحدى، تبحث عن ماذا أيضا وأيضا يا أشكا؟ إليح بيئة، أنت كنت اليوم الضيف، ولمن اتفقنا سوا على الموعد اتحدثنا مطولا على التليفون، والحديث معك دائما ممتع أخاذ. وحتى ولو المجالس بالأمانات، اسمح لي أنقل حرفيا ما دار من حديث خلال هالاتصال بيني وبينك التلاتة 22 هالشهر الساعة 7 مساء. ألو، بقدر احكي الوزير حبيقة؟ لحظة لحولك. هاي كيفك وردي؟ مشتقت لك. كيفك؟ وبعرف انك انت كتير حزين بهالايام على صديقك ورفيقك المرحوم الدكتور جان غانم. ايه كلنا على الطريق. ايه سافا باسي. انت كيفك؟ وينك؟ من وين عم تحكيني؟ بالتلج او غاطس تحت المي؟ لا وردي، لا هون ولا هون، عندي مشكلة بكتفي. بكتفك؟ طول عمرك كتافك بيحملوا وقوية، مين تقل على كتافك؟ شو القصة؟ ما أنا من زمان وردي عندي ديكالسيفيكاسيون بكتفي. طيب عم تعمل إبر زيت بالكتف؟ لا، عملت عملية بكتفي وركبولي برغي، وهلأ عم بحكيكي حدا حملي السيلولير عدينتي وعم سوق بإيد وحدي. طيب ليش انت عم بتسوق؟ ما وردي، ما انت عارفي. بعرف مهدد عطول، بعرف. سلامتك، انتبه. قال لي موعدنا الاحد. ايه شو بتفضل، السبت او الاحد؟ مثل ما بدك. بس شو بدنا نحكي؟ ايه من قلة المواضيع معالي الوزير اشتقنا لرأيك، والاراء مثل منك سامع وقاشع بهالايام مبعثره ومبلبله فوضى كلام، منه بمسؤوليه ومنه بعشوائيه. صح وردي، كانه الله متخلي عنا بهالايام. طيب شو بدك نحكي؟ قلت له طبعا منحكي شو عم بيصير حوالينا اقليميا ودوليا وكل ما يجري على الساحه الداخليه، من الازمات للتعيينات للجبهات وما أكترها، وكلها لتصويب الأوضاع وإنقاذ الوطن، وكأنه بطل في مؤسسات ونظام يحمي البلاد والعباد. أوكي وردي، أي ساعة بديكين الأحد؟ 9:30 إذا سمحت. ومع مين عبالك تتحاور؟ مين ما بدك؟ طيب أنا وإنت ما منكفي؟ منكفي، بس شو رأيك نوسع إطار الحوار؟ شو رأيك؟ رح أقول للأستاذ راجح خوري. عظيم، لكن قلتيلي 9:30 الأحد. أوكي معالي الوزير، أهلا وسهلا، ناطرينك أديماش. واتصلت بنفس اللحظة بالأستاذ راجح خوري عجريدة النهار، وقلت له نحن وياك والوزير حبيقة الأحد
هالأحد بصوت لبنان. جاوب صديقنا راجح خوري: بتمنى وردي، بس أنا مسافر هالجمعة ع إيران وما بكون هون الأحد صباحا، واعتذر. سكرت مع الأستاذ راجح خوري ورجعت طلبت الوزير حبيقة حتى قلو إنه راجح خوري مسافر، عندك اسم معين؟ جوابني وردي: ما عندي فيتو على حدا أبدا. واتفقت أنا مع الأستاذ الصديق نقول نصيف. الوزير السابق إليح بيئة والصحفي نقول نصيف والمجالس بالأمينات، هذا الأحد من إذاعة صوت لبنان. اتصل على 1485 وسجل سؤالك. وهيدي كانت البروموسيون اللي ضلت تمرق لا قبل وبعد لحظة الاغتيال. على 10:15 مرقت، وعلى 10:15 يوم هيداك الخميس المشؤوم أعلن عن رحيل الوزير حبيقة. وكانت هيدي آخر مرة منعلن فيها عن إلي حبيقة ضيف مباشرة على الهوى، إنما رح نضل على الموعد. الوزير السابق إليح بيئة والصحفي نقول نصيف والمجالس بالأمينات. صديقنا الأستاذ نقول نصيف، صباح الخير. صباح النور. كنا نحن وياك اليوم في المجالس بالأمينات من صوت لبنان على موعد مع الوزير إليح بيئة. نعم. تعودت على كلمة الوزير الراحل إليح بيئة؟ يعني معلش أنا رح أحكي عن عبارة حميمة شوي، كنت أنا وياه لما نلتقى على قلة المرات، يعني مش كتير تسائب أنه نلتقى مع بعضنا، بس نعيط لبعضنا يا رفيق لسبب بسيط. طبعا أنا مني حزبي، بس كنا نلتقى بمعظم الوقت مع إليح بيئة بالحزب الكتائب أيام الانتفاضة بأول مرحلة تعرفت عليه هوني، انتفاضة 85. فمن وقتها هيك كل ما نلتقى منقول لبعض يا رفيق يا رفيق، أكثر ما عيط له يا معالي الوزير أو عيط لي باسمي. مش هناك يعني طبعا بيعز علي الحدث اللي صار، فعلا حدث مفجع. ما بعرف شو بدنا نعلق عليه يمكن. نعم. بس بحب اسالك صديقنا نقول نصيف، انه انت اليوم كنت بدها تكون بهالستوديو وانا قاعده بهالستوديو. نعم. ومستفقدت له لانه بالعاده بيقعد على شمالي هيك ويبقى قاعد ومرتاح. نعم. بالجينز ومرتاح هو على طول بمثل ما بيكون، إنما كنت بتكون مقابله. شو كان عندك أسئلة خاطرة عبالك تسألها لإلي حبيقة؟ بالواقع وردي يعني إلي حبيقة بيقدرش الواحد لما يقعد معه للحوار ما بيقدر يعتبر حاله عم بيقعد مع إنسان عادي بده يسأله أسئلة روتينية أو بده يحكي بحديث، إذا بدك إذا فينا نستعملها تعبير خشبي بكل معنى الكلمة، سؤال تقليدي. نعم. أول شيء الأنصية شوي عند الناس، عند بعض الأفراد تستفزون. أول شيء اللي كثرت معرف اللي كثرت سعة معرفتها، اللي كونها شخصية غامضة، اللي كونها شخصية عرفت تجارب يمكن وحده بين كل السياسيين اللبنانيين، عرف مراحل مختلفة، مراحل متعارضة ومتناقضة، ويمكن هالانتقالات اللي تحولت صارت بحياته خلته يكون أكثر شخص أو أكثر سياسي معرض للخطر وحياته مهددة. فلذلك كصحافي بيصير الحشرية أكثر من أي سياسي آخر، لأنه هو السياسي الوحيد اللي بيقول أنا غلطت، طبعا بغض النظر عن تقييم التجربة كلها سوا، بيقول أنا غلطت وأخذت خيار آخر، وبشجاعة بيدافع عن الخيار الجديد اللي أخده، يعني سواء اللي عم بيسمعه كان مقتنع باللي عم بيقوله أو لا، هذا أمر آخر تماما. بس هو شخص كشخصية سياسية تستفز الصحافي لكثرة غنى تجربته ولتعارض اختباراته وصعوبتها الانتقال بمشقة من مرحلة إلى مرحلة، من خيار إلى خيار، من حلفاء إلى حلفاء. الحلفاء اللي قتلون صاروا هن يعني الأشخاص، الفريق اللي قتلوا صار حليفه، والفريق اللي كان حليفه صار خصمه بكل معنى الكلمة. لذلك كصحافي بيصير حشرية أكثر لسؤاله ولمحاولة استفزازه وللتأكد إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك سياسي لبناني يعترف بأنه أخطأ تماما، عم بقول بغض النظر عن تقويم التجربة تبعيته، أنه أخطأ وقال أنه أنا بشجاعة عم بعترف بأخطائي وعم بخوض تجربة جديدة. نعم. شو أخذ معه إليح بيئة أو شو ترك؟
هلا اذا بدي تساليني شو كنت ممكن اساله لإليح بيئة، بالتاكيد ما كنت اساله عن موضوع الكهرباء لانه كان وزير كهرباء، ما كنت حاساله ابدا عن مواضيع تتعلق بالاهتراء السياسي وبالاهتراء الاداري بالبلد اللي هو يمكن مش كثير ثلاث مرات وزير قدر عنا هون، وما مارس برلمانيته مع انه طلع نائب مرتين لانه معظم الوقت كان وزير اكثر ما كان نائب، شيء بعض الوقت القليل لاني انا مرافق بمجلس النواب عمل مداخلات، يعني ما مارس برلمانيته بكل معنى الكلمه، مارس العمل الوزاري. انا اذا كنت بدي اساله ما بساله هول كلهم، بساله بس عن موضوع صبر وشتيله، يعني هذا الملف اللي دفع حقه إليح بيئة اللي حياته دفع ثمنه حياته ثمن تماما دفع الثمن الغالي، يعني هذا هو اغلى ثمن بيندفع. كنت بدي اساله عنه، بدي اقول له اذا كان هالملف ممكن يتسكر ولا لا، اذا بده يدفع حقه لبنان ولا اسرائيل المفروض يندفع حقه، مين بده يدفع حقه، يعني السلم الاهلي بلبنان ولا الحرب الاسرائيليه مع الفلسطينيين، يعني في ثمن ما بده يندفع. هل المفروض لبنان يعود دائما ساحه تجاذب؟ ما بنلحق نسترد انفسنا ونحاول اعاده بناء الدوله، وكل اللي كانوا بالحرب يظهروا من الحرب لحتى يرجع يكون بعض الاستحقاقات الكبيره بتخلي هالناس اللي ظهروا من الحرب ترجع تردوا المره الثانيه على المتاريس على الحرب، يعني هذا هو السؤال، او ترجع الناس لماضيها اللي حاولت تتخلص منه. نعم، واجا الجواب يمكن باغتيال برحيل إليح بيئة، اجا الجواب ليقولوا لنا، يعني يقولوا لنا الاسرائيليين انه لا هذا البلد بكير بعد ليرتاح، حتى ولو كانت اسرائيل عم بتحارب الفلسطيني بضراوي، يعني عم ترتكب يوميا مجزرة صبرا وشتيلة بالأراضي الفلسطينية، عم يرجعوا الإسرائيليين يقولوا لنا كمان أنه بكير كتير بعد ترتاحوا، وحتى الأشخاص منكم القيادات والزعماء اللي ظهروا من الحرب أن نرجع نردوا نحن على الحرب. يعني نحن أمام مرحلة خطيرة من عمر لبنان بهاللحظة هيدي بهالمرحلة هيدي، ما منحس أنه الخارج أو العالم عم بيساعدنا لنظهر من الحرب، عم نحس أنه دايما عم بيكون في تواطؤ على انه نضلنا نحن ساحه تجاذب اقليمي، ان كان اسرائيلي سوري، ان كان امريكي عربي، ان كان يعني ان كان ايراني اسرائيلي امريكي سوري، كل هاللعب اللي عم تندار حولنا عم نضلنا ندفع حقها، بالحرب دفعنا حقها غالي، ويبدو بالسلم عم ندفع حقها ثمن عدم رجوعنا، يعني ثمن اعادتنا الى الحرب وليس ذهابنا الى السلم. نعم، نقول نصيف بعتقد إليح بيئة دفع الثمن الغالي، دفع حياته ثمن تماما، هذا الثمن الغالي، هذا هو الحياة. نقول نصيف، سألتك شو أخذ معه إليح بيئة، أخذ معه سر أسرار، وشو ترك بين محبينه ومشجعينه ورفاقه؟ يعني كشخصية معروف عنا، يعني أكثر شخصية سياسية غامضة بلبنان، عنده أسرار كتير، أنا ما بظن إليح بيئة بياخد أسراره معه، وبظن تارك أسراره في مكان ما، وين ما بعرف، لأنه هو بظن من مدرسة معينة بالعمل السياسي اللي بتحفظ أوراقه، ومن خلال تجاربه بعتقد كان عارف هو بالتأكيد، وبشك أنه ما يكون عارف أنه معرض لأي تك يموت، وأنه يمكن ما يعيش للستين والسبعين والثمانين، وكان عنده محفوظاته بالتأكيد إليح بيئة، لأنه كان يتصرف بكل العقلية المؤسسية للشخص، يعني قادر يحفظ تاريخه وارثه، لانه يوما ما بده يحس حاله مطالب بعد اكثر من اي وقت اخر بالدفاع عن نفسه، بما جذر صبرا وشتيله او بالتحالف مع سوريا او بالعلاقه مع اسرائيل، بكل الملف اللي بخص إليح بيئة، بظن عنده اوراق كثير كامله، مش بس بصبرا وشتيله، بكل ملفات الحرب وبدوره فيها، اخذها معه، اخذ فيه اسرار يمكن ما تسنى له يقدر يكتبها، يعني ما فينا نعرف اكثر من هيك، بس بعتقد في كثير محفوظات تركها، وين يعني عامل الوقت هو بده يخبر وين. نعم، وبكره بالنسبه لإلك شو؟ نقولها نصيف. بكره بلبنان يعني؟ ما بعرف، بدنا نكون بقلق وردي لسبب بسيط، انه قدرت اسرائيل ترجع تفوت على لبنان مره ثانيه. ما بعرف من خلال مين، شبكات صغيره او خلايا صغيره او المصادفه، بس رجعت فاتت، يعني عم تحطنا قدام اختبار كثير كبير، انه اسرائيل قادره ترجع تفوت على لبنان وترجع تخض البلد. وطبعا ما رح تردنا على الحرب، لانه الواضح القرار اللبناني هو عدم العوده الى الحرب. وإليح بيئة دفع الثمن، دفع ثمن تبرئه المسيحيين من صبر وشتيله، ثمن عدم اعاده لبنان وتاكيد ادانه شارون، وتاكيد ادانه اسرائيل بصبر وشتيله. قلقين، مش قلقين على الامن، لانه الدوله عاطي امن بلبنان وفارضه امن، بس قلقين انه بعد مين، في مين قادر يخترقنا، بس بظن في وحده وطنيه بالبلد، في مجتمع ما عاد بده يرجع للحرب،
وعطى مسؤولي فيها اللي حبايا مثل ما عم بقول لك بحياته، انه هالالتفاف اللي الناس كلها اللي كانت ما تحبه واللي كانت يمكن تكرهه واللي كانت ضده، انها تقدر تحس انها كانت معنيه بموته. للاسف عطيو شهاده براءه مؤخره. لسوء الحظ يمكن هو كان بده اياها بحياته ما بده اياها بموته، وما كان بده اياها ابدا انه يدفع حياته ثمن براءته. بده ريح بايقه بظن بده براءته هو طيب، بده براءته يعيش فعلا بسعاده براءته، مش كجثه يعني مهشمه او كشخص هيك يقتل على هذا النحو، ومش اكيد بعد حدا عطاه البراءه. نحن اللبنانيه عطيناه، بدنا القضاء العالمي يعطيه، بدنا القضاء الدولي، بدنا المجتمع الانساني كله يعطيها البراءه. إذا إليح بيئة بريء، هو طبعا تجاه نفسه بريء، وتجاه ومبادرته لدى القضاء البلجيكي بتأكد هالمنحة، وإجرام إسرائيل بأكد هالمنحة أيضا. بس كان بيتمنى هو يحصل على براءته. طيب مش هو ميت أكيد، ما رح يفوت فيها البراءة. شكرا نولا نصيف. شكرا. حاولوا مع إليح بيئة كتير، كل محاولات القتل والغدر والاغتيال من تشويه السمعة والصورة والاستبعاد عن الساحة السياسية. وأما قتل الجسد فنجي بالحرب وقتل بالسلم، ومصير الرجال من عيار إليح بيئة الخطر الدائم. وكما قالوا رفاقه يوم وداعه مبارح: قويا عشت وقويا رحلت. إليح بيئة، حضورك، هيبتك، صوتك، ذكائك، صداقتك، مش بسهولة منقدر نصدق إنه طالتك أيدي الغدر، مش ممكن ننساك. إليح بيئة رح تضل اليوم ضيف المجالس بالأمانات، رح تضل ضيف صوت لبنان. وأهون على المسؤول أن يخوض حربا قائمة يتسلق عبرها سلم المجد والبطولة، من أن يشق الطريق نحو السلام وسط مزايدات المتضررين. لكن ألا يستحق السلام أن نناضل في سبيله مثلما استحقت الحرب أن نقاتل 10 سنوات في خنادقها وجبهاتها ودوائرها المغلقة؟ صدقوني، أنا الآتي إلى العمل الوطني من صميم المقاومة. إن ولوج المفاوضات السلمية يتطلب شجاعة تفوق تلك التي يستدعيها خوض المعارك العسكرية، لا سيما وأننا في المفاوضات مسؤولون عن حياة شعب بأكمله، ولن نسمح لأحد بالتفريط بحقوق الشعب وإنجازاته وبثمار مقاومته. مع إليح بيئة نتابع المجالس بالأمانات من صوت لبنان. بعد مؤتمره الصحفي واستعداده لتقديم كل البراهين والإثباتات التي تدين شارون بمجزرة صبرا وشتيلة، وتبرئته وتبرئة فريق مسيحي كبير متهم على الساحة اللبنانية، كان إلنا لقاء مع إليح بيئة ضمن المجالس بالأمانات بتاريخ 15 تموز 2001. نعود إليه.